السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته. هنالك زعم قديم وعريق جدا بأن الكون يحكمه إله واحد أو خلقه إله واحد، وأن من غير المنطقي أن يكون هنالك أكثر من إله لهذا الكون. طبعا هذه المسألة يعني تعقدت، وأنا أعتبرها هي مسائل خاصة متعلقة بإثبات وجود الله والدليل الكوني والدليل التصميم ودليل الأخلاقي وهاي المحاججات الطويلة العريضة. لكن الآن أنا أحاول أن أتطرق إلى مسألة بسيطة وسريعة جدا، وهي أن الفكرة الرئيسية تقول بأن هنالك إله، وهذا الإله هو كامل مكمل مثالي 100%، وهو هاي الفكرة تم التطرق عليها وانتشرت بين البشر إثر فلسفة اللي طرحها أفلاطون أو بلاتو في القرن الخامس قبل الميلاد. إثر هاي الفلسفة اللي هي يسموها الفلسفة المثالية أو الأيدياليزم، هذه اللي هي تعتبر أن لكل شيء في الكون هناك مثال، يعني هناك حصان أو أنواع عديدة من الأحصنة هناك مثال اسم الحصان، وكذلك أعمال الخير في الكون وفي الطبيعة، فهذا أعمال الخير هناك مثال الخير. فهذا مثال الخير أصبح في عندما تلقفه اليهود والمسيحيين في منطقة الشرق العربية حاليا، وحولوه إلى إله الذي كان لديهم هو أصلا، وهو إله يهوى وإيل وبقية الآلهة، فاعتبروا أن هذا الإله هو الذي الإله الواحد الذي لا بديل ولا مثيل ولا نظير له. هذا الإله هو الذي كلي القدرة ومن خلاله على الناس جميعا أن يعبدوه. ضمن الشروط مال هذا الإله أنه يكون قادر وقدير. فخلنا نأخذ هذا الموضوع البسيط، هو القادر والقدير. فخلنا نفترض مثلا بأن هذا القادر والقدير هو كما وفقا للتعريف هو القادر على كل شيء. لكن هل السؤال الذي يخطر إلى الذهن، هل يمكن لهذا القادر أن يقدر على قتل نفسه مثلا؟ إن قلنا لا فهو بالتالي لا يمكن أن يكون قادرا كليا على فعل هذا الشيء، وإن فعل فهذا يعني بأنه هذا المخلوق الخالق ربما قتل نفسه دون أن ندري، من يعرف، وقد نجد أسباب تؤكد أن هذا القاتل أو القادر قتل نفسه فعلا واختفى بدليل أنه لم يعد موجودا، وربما خلق هذا الكون وصنع هذا الكون وأطلقه منذ لحظة انفجار البيج بانج الكبير وتركه بعد ذلك وقرر الانتحار مثلا. ولا يمكن نفي هذه الفكرة، لأنه أنت وفقا للتعريف تقول بأنه قادر وقدير وكلي القدرة، فبالتالي هو ليس قاصرا عن فعل هذا الشيء. ما يدعم هذا هنالك أمر آخر، أن البيج بانج فكرة وجود أنه هل بدأ الآن الكون مخلوق أو حادث، فالفكرة القديمة بالعهد اللي انطلقت بأيام الأفلاطونيين المحدثين، وهي انطلقت من أبعادها من أيام الفلسفة اليونانية وتواصلت مع الفلسفة العربية الإسلامية، وأيضا تجادل فيها كثير من رجال الدين وفقهاء. هذه المسألة هي أن الكون كما أثبتته الأبحاث العلمية الحديثة أن الكون انطلق من أجزاء الثانية وليست 6 أيام كما هي في رواية الخلق أو 7 أيام في اليوم السابع استراح رب العالمين كحسب الرواية التوراتية والرواية القرآنية، أن الكون كله في 6 أيام ثم استوى على العرش. في الحقيقة هذا الكون بأكمله تم خلقه في أجزاء 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 ثانية حسب المعادلات الدقيقة والعلمية التي لا تقبل الشك ولا الخطأ هذه، وأثبتت أن هذا الحدث حدث قبل بالضبط 13.8 مليار سنة مضت. هذه الحادثة بدأت من نقطة بالغة الصغر في الكون، وهذا حدث انفجار عظيم وتطور بعد ذلك إلى ما نحن فيه حاليا، وهو ما زال يستمر في باتجاه العدم أو باتجاه التشتت والفراغ والظلام، يعني لأنه الانتروبي قانون الانتروبي هو يفعل فعله في هذا العالم. بالنتيجة هذا الحدث حدث، لكن ما الذي حدث قبل هذا الانفجار الكبير؟ هنا يصبح السؤال معقدا ولا نستطيع أن نخمن أي شيء حصل بالفعل قبل ذلك. هل هذا هو كون واحد من مليارات الأكوان؟ هل أن من فعل هذا أو خلق هذا الكون هو أكثر من إله؟ ما الذي يمنع من وجود أكثر من إله؟ لا وجود لمانع،
احنا لا نعرف ماذا حصل. هسه ذكرت الان مثال، مثال هيوم اللي رد على هاي المحاججه بانه هنالك اله واحد خالق للكون. قال اذا احنا افترضنا الان موجودين في هذا الجدار او في هذه الغرفه، وهناك عتله او ميزان موجود في هذه الجهه وميزان في الجهه الاخرى، لكننا لا نرى ماذا يحصل في الجهه الاخرى، مجرد هناك هاي العتله مال الميزان، الجانب الايسر منها او الايمن بمنطقتنا والجانب الاخر في المنطقه الاخرى. احنا عندما نعرف بان هذا الميزان تم رفعه، شاهدنا ان هذا الميزان ارتفع وحدث شيء ما، لكن لا نعرف من فعل هذا من الجانب الاخر. هل هذا الذي فعل او خلق هذا الفعل هو واحد او عشرة او عشرين او خمسين او مئة؟ لا نعرف. فبالتالي حجة وجود إله واحد للكون هي حجة ليست منطقية، وممكن الرد عليها بأشكال متعددة. عموما أنا اللي أوصلها للإخوان أنه الفكرة أنه هاي المجادلات العقلية لن تؤدي إلى نتيجة، وأنا أعتبرها مجرد تمارين رياضية أو تمارين عقلية. يعني هي مثل ما أعني بتمارين رياضية، مثل ما الطلبة يروحون إلى الجامعات والكليات والمدارس يعطوهم تمارين في الحساب، في الرياضة، في الفيزياء، في قضايا التطبيقية، العلوم التطبيقية، ويجدون الأجوبة عليها. هذه هي مجرد تمارين، وتجد احتمالات وأشياء كثيرة جدا، وبالنتيجة هي لا تعني شيء، لكن هي تعني شيء فقط للأناس الذين لديهم خطاب أيديولوجي يحاولون ترويج لهذا الخطاب، وأيضا فرض هذا الخطاب على الآخرين، فيبحثون عن محاججات عقلية وأدلة، ويقول لك أنه هذا الاستدلال المنطقي، ويلعب معك في هذا الكلام، لكن في الحقيقة المسألة ليست هكذا. الأمر برمته هو مجرد مصالح ومحاولات لفرض شرعي لإقناع الآخرين بأن لدينا شرعية إلهية، وهذه الشرعية نحن وحدنا الذين نمتلكها بينما لا يمتلكها الآخرون، وأن هذا الإله هو الإله الذي يرعانا والذي اختارنا، اختار ديننا وحده عن دون عن أديان الآخرين. هذه محاججات أعتقد أصبحت طفولية، ولم يعد من اللائق لأي إنسان أن يجادل فيها وينافح ويكافح ويعتقد ويتحيز لهذه الحجة أو تلك. الموضوع بسيط، الموضوع أنه كل جماعة لديها رب خاص بها وإله خاص بها، وهو هذا الإله هو الحكومة، هو السلطة التي يعترف بها أو تعترف بها هذه الجماعة، والتي تعترف بقوانينها وشرائعها. فهذه القضايا هي التي يجب أن تحفل بالاهتمام، وهذا الإله هو بالضرورة ليس إله الكون، إن ربما ممثل لإله الكون أو شيء من هذا القبيل، لا نعرف ما هي الحقيقة، وهل من الضرور وجود إله؟ لا نعرف. لكن هي عموما المسألة الأساسية هي ليس هل هناك إله، هل هناك إنسان، هل نحن قادرين على أن نكون، أن نديم علاقة جيدة بيننا بين بعضنا البعض على اختلاف أجناسنا ومعتقداتنا وأفكارنا؟ هو هذا السؤال الأساسي. أما الالتجاء لوجود إله، هذا الإله هو الذي يحظى تحظى به مجموعة معينة بالاهتمام، وكل ما عدا هذا هم ناس أولاد الذين، هذا فكرة أعتبرها كما قلت طفولية، ويجب أن نتجاوزها، والبشرية أكبر الآن من الدخول في هذه السفاسف وهذه الجدالات العقيمة. السؤال الآن هو ليس سؤال ما بعد الموت، وليس سؤال الموت، إنما سؤال الحياة. الآن هل نحن نستطيع أن نعيش بطريقة صحيحة؟ الآن المشكلة، مشكلتنا كيف نحيا، وليس كيف ماذا يحصل بعد الموت. أنت تعيش بطريقة جيدة، تجيد التعامل مع الآخرين، نصل إلى عقد قانوني وشرعي يديم العلاقات فيما بيننا بدون كونفليكت أو تصادمات. فهذا هو الأمر الجدير بالانتباه. وأما من يجادل في قضايا وجود الله وأن ديني أفضل وأنك كافر وأنا مؤمن، هذه الجدالات لن تنفع بل أضرت، والتاريخ كله شاهد على هذا الموضوع. ومن ما زال يصدق بهذه الأمور هو ضحية أناس وقوى يحاولون استغلال الآخرين وابتزازهم بقضايا لا يدركون مدى خطورتها وخطورة الإيمان والتصديق بها. المسألة هي مسألة كيف نحيا في هذه الحياة، وليس كيف أو ما هو مصيرنا بعد الموت. هذا بحث مختلف تماما. شكرا جزيلا وآسف على الإطالة، مع السلامة.
وأتمنى أسمع آراءكم وتعليقاتكم حول هذا الموضوع اللي أعتبره جدير بالنقاش، ليس كما تعودنا في مناقشته أن عن الدليل أن الله موجود وغير موجود. يجب أن نتجاوز هذه المسألة ونفكر فيما بعد هذا الجدال والخروج من هذا الجدال العقيم. إلى اللقاء.